جدا غارات جويه عنيفه تستهدف الغوطه الشرقيه. هذه الغارات الان تستهدف مزارع كفر بطنه وايضا مزارع بلده جسرين في الغوطه الشرقيه. طبعا احدى الغارات ربما نلاحظ استهدفت احد مقرات النظام في بلده المليحه. ربما تسمعون الان اصوات سيارات اسعاف. هناك قتلى في صفوف قوات النظام ان شاء الله. طبعا نحن بتاريخ 20/9/2016.